حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي سعد راشد. أهلا بك في نشرة الثالثة، ونتحدث عن دور مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم في تعزيز العمل العربي المشترك على الأصعدة كافة. ما قراءتك لهذا الدور ومدى أهميته؟ طبعا أول شيء أرحب بكم وبالمشاهدين الكرام. طبعا تأتي استضافة مملكة البحرين للقمة العربية هو استمرارا وتأكيدا لنهج سيدي جلالة الملك المعظم، وبدعم ومساندة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الاهتمام بالشؤون العربية، خاصة في توظيف الدبلوماسية البحرينية، انطلاقا من الإيمان بأن العلاقات العربية هي مسألة مصير لأبناء الأمة العربية، وأن التعاون والترابط يمثل خيارا استراتيجيا لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعوب العربية. طبعا تشكل انعقاد القمة العربية في مملكة البحرين حدث تاريخي مهم يكتسب أهمية متزايدة، خاصة من ناحية التوقيت والمكان كذلك، فقد خاصة أن مملكة البحرين تميزت عبر تاريخها بأنها نموذج للسلام والمحبة والتعايش، أضف إلى مسألة القيم والهوية العربية التي رسخت عبر التاريخ والدفاع عن القضايا العربية العادلة والمصيرية. لا يمكن اليوم أن نتحدث بهذه القمة في عملية توقيتها بأنها دقيق، وخاصة في عمر الأمة العربية تشهد العديد حاليا للأمة العربية العديد من التحديات والتهديدات والنزاعات الإقليمية، خاصة على الصعيد، لو نتحدث على الصعيد السياسي أو الأمني أو الجيوسياسي، وهذا أمر الآن نشاهده خصوصا في الأوضاع في غزة والتي تستوجب من الجميع لم الشمل والتكاتف والوقوف صفا واحدا تحقيقا للتضامن العربي المشترك. كذلك نؤكد في هذا السياق أن هذه القمة تنعقد في ظل ظروف اقتصادية استثنائية فرضتها حالة الاضطراب وعدم الاستقرار الأمني في منطقة الشرق الأوسط، وهذه التأثيرات المتسارعة للتغيرات المناخية وانعكاساتها على مجمل الملفات سواء كانت اقتصادية أو تنموية والمطروحة. هذا الأمر جعلنا رغم كل هذه الأمور إلا أن المراقبين والسياسيين متفائلين في قمة البحرين، ينظرون بنظرة التفاؤل. نعم لأن نظرا لحجم وحمية حيوية هذه القضايا المطروحة التي ستطرح أمام أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، وهذا ما اليوم الدور التي ستلعبه مملكة البحرين وبالتعاون مع الأشقاء العرب في بلورة مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك من خلال تكثيف المبادرات والمساعي الدبلوماسية، والأهم من ذلك هو تغليب لغة الحوار وانتهاج طريق السلام العادل والشامل والوصول إلى حلول مستدامة تجاه القضايا المشتركة والقابلة للتطبيق على أرض الواقع. نعم، إذن الكاتب والمحلل السياسي سعد راشد، شكرا جزيلا لك.